محمد البرلين محمد؟ ايه اوكي تفضل محمد حاول حبه وسيم وقت
هي ما بتحبني الحق معك تمام خلص هلا خليها بتحبك تمام اوكي شو معتقدك عن العلم تفضلي لا هي سالم جدا بس لما بلشنا بالعصبية والشغلة تجيب لك صعوبة إضافة المية الكثيفة بتبقى شغلة كده مفروضة فيها صح ليلى اسمك فرح كمان عندنا فرح ليلى تفضلي ليلى مشكلتي فيها انه كل المعلومات مربوطه ببعضها وانا ما فيني اذا بدي ادرس لحاله خلص القصه الى لحاله مشكلتي انه فيها كل المعلومات مربوطه ببعضها صحيح تفضلي اسمك لينا مشكلتي بالتعقيد شوي الماده انا بحسها معقده وانا من النوع اللي ما بيحفظ كلمه بكلمه ما بحسن احفظ هيك صف تمام لازم افهم بالاول معي كثير عم تعقد بالاول معي حضرتك ما عم بتذكر بنساها كثير تمام يعني انا بحبها كثير وما عندي مشكله فيها بس انه ما يطالع قبل احفظ تمام صح طيب بسألكم سؤال مين بيصير عنده شغله يدرس يتعب يوم الامتحان يروح تورج الاسئله يبلش هيك طلع خير ايه بعرفهم درسوا يا الله كثير حلوين تمام بعدين ببلش ده يكتب بدك بلش تكتب شو بصير؟ بتخون درستو لانه طالما الامتحان تمام بتبخر مو بس هيك يا ريت بتبخر بتتذكر الفقره اللي فوق الفقره اللي تحت واللي على اليمين واللي على اليسار والصوره والالوان كلها بس هي الفقره راحت يا جماعة وين راحت؟ طب برأيكم ليش؟